حلوة موت. ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. أهل القيم عابر الحدود. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. أهل القمة عابر للحدود. القيم، القيم والقمة. القمة دي ده مسألة رقمية خلاص؟ وهي مسألة ما حدش هيناقشك أنت على القمة ولا لأ. ولكن أن تكون على القمة بسبب قيمك فأنت عظيم، علشان أو بتكسب عشان عظيم. الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، لأن الحقيقة ما قدمه الأهلي من خلال من خلال مباراته مع بيراميد شيء عبر الحدود. عموما هو ده كمان كلام مهم جدا، لأنه من وحي هذه الأحداث الكبيرة جدا دعونا نستعرض معكم أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقاله أكبر من مجرد نادي. الغربال، هل جاءكم نبأ الأهلي؟ وبعظمة لسانه كان لازم الجينات تنتصر. الشموع الحمراء، عبد الوهاب سليم والثالوث الغالي. وأسرار الملك، يا صفقة ما تمت. وأخيرا في مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي نتمنى حضراتكم تستمتعوا بيه، بس خلونا في البداية نبارك لنادي البنك الأهلي صعوده لأول مرة في تاريخه للدور الممتاز. طب تبارك كمان لأسوان بقائها، وبقاء أسوان وسيراميكا كليوباترا، وصعود سيراميكا كليوباترا. لا الحقيقة في تطور جامد جدا. سيراميكا محتاج حسم الخميس اللي جاي، وغزل المحلة محتاج خصم كمان، كل واحد منهم محتاج نقطة ويصعد. نقطة من ماتشين؟ من ماتشين، من الماتش اللي جاي، من الماتش ماتش اللي واحد. ماتش الواحد لا اللي يبقى لسه. لكن البنك الأهلي صعد رسميا. البنك الأهلي صعد رسميا عشان يبقى البنك الأهلي والنادي الأهلي. طيب البنك الاهلي اعتقد انه كمان في الباسكت عامل فرقه كويسه، يعني هو بيرعى الرياضه بشكل محترم، واقترب كثيرا اكثر من مره من الصعود. مبروك، كل التوفيق ان شاء الله لكل الانديه الجاده اللي الحقيقه بتسهم في تغيير واضح ومؤثر في خريطه الرياضه المصريه. طيب نستعرض معكم بدايه مقالي ومقاله اكبر من مجرد نادي. ايه الحكايه؟ ما هو دي ليها علاقه بالكلمتين اللي انا قلتهم في الاول. اتفضل. الناس وهي بتتحدث عن بطولات الاهلي وعن مكانته الفنيه وحجمه في الساحه الكرويه المحليه والاقليميه والعالميه يتحدثون عن ارقام. ولكن بعض المواقف بتاخد النادي الاهلي تحطه في حته تانيه بقى. بتحطه في حته تعبر الحدود. وينظر اليه ان هو النادي ده بيعمل ايه يا اخوانا؟ هو النادي ده مجرد نادي ولا هو مبني على ايه، ولا متاسس على ايه؟ فهو الحقيقه الجدل الذي كان قد اثير قبل مباراه الاهلي وبيراميد ان مصير المركز الاول حسمه الاهلي، اما المركز الثاني فيستطيع النادي الاهلي ان يلعب دور البطل فيه. توقع الكثيرون ان الاهلي هيجامل يا سيدي، ولو اني بكره الكلمة دي قوي، ويعني يتراخى أمام بيراميد عشان يحرم الزمالك من المركز الثاني. ولكن تأتي المباراة بكل سيناريوهات الأصعب عشان يثبت الأهلي إزاي هو يتحدى الصعب عشان يبقي على كبرياء النصر وكبرياء القيمة. وده اللي أكد إنه الأهلي أكبر من مجرد نادي. احنا مش بنتكلم في قصة فرقة كورة وقصة فريق نادي، لا، القصة اكبر من كده بكتير. القصة ازاي تتحول في مجتمعك الى دور واسهام حقيقي في ترسيخ مبادئ نقية، ازاي تقدر تساهم ان انت ترسي القيم الحقيقية للرياضة،
ازاي تسهم في انك انت تقيم العدل في المسابقه، ازاي تقدر تحافظ على نزاهه وشرف المنافسه، ازاي تقدر تنتصر على كل الشائعات بالعمل والترجم والعمل فقط، تترجم الفير بلاي عملا، ازاي تبقى فعلا منحاز للعب النظيف، ازاي تقدر تحقق اعلى معايير الالتزام بقواعد اللعب النظيف، وده اللي يكون له مردود على النطاق والمحيط الخارجي حتى مش المحلي فقط. المهندس عدلي اشار انه لا، الاهلي بكل هذه الضوابط وبكل هذه القواعد وبكل هذه الصوره المشرفه لوطنه، ازاي وهو بيمارس الرياضه هنا وفقا لاصولها ووفقا لثوابتها وقواعدها ومبادئها يبقى له هذا الاسهام الحضاري حتى في محيطه. والنهارده النادي الاهلي يستقبل وفد من نادي الديوانيه العراقي، استقبله العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. الوفد العراقي الشقيق جاي علشان يستلهم تجربه الاهلي. لما تشوفوا ما تفضل به اعضاء الوفد العراقي اللي ضم الاساتذه حسين العنكوش رئيس النادي والمستشار الاعلامي علي لفته واللواء ابراهيم الشريف المنسق العام، زي تصريحاتهم على القدرات الكبيره للنادي الاهلي وما يحققه من تجربه حتى على الصعيد الاقتصادي والتنميه المستدامه رياضيا. ده كلامهم، جايين يستلهموا تجربه النادي الاهلي وينشدوا توقيع بروتوكول تعاون. استاذ ابراهيم، خد النادي الاهلي في اي سياق من اي نقطه في اي مجال، هتجده واخد خطوات تسبق الكثيرين ويستلهم المستقبل ويستشرف حاجات محدش بيفكر فيها. يعني هتاخده في المجال الاقتصادي، هتجد انه اول ما سمع المجال الرياضي عن التسويق الرياضي كان من خلال تجربة النادي الاهلي وانشاء ادارة تسويق وانشاء شركات متتالية لادارة انشطة النادي الاهلي. الاعلامي هو الرائد، هو المجلة الاولى، هو القناة الاولى، هو الموقع الاول، هو في كل شيء هو الرائد. هتاخده في مجال الانشاءات حدث ولا حرج، خمس فروع، أربعة في القاهرة واحد في الأقصر، وعدد هائل من الأعضاء على أعلى مستوى من الخدمات والمنشآت. هتاخده بقى في احتضان الألعاب والبطولات الفردية والجماعية، هتجده هو صاحب النصيب الأوفر وسابق بكتير في كل مجال. النادي الأهلي لا بيعبر صحيح عن فكرة إنشاؤه أن يكون نادي يعمل قيمة مضافة لوطنه ولمجتمعه، وازاي يبقى باستمرار الناس تسترشد بيه. لما تيجي تعمل تجربه عايزينها تنجح. سيبك من اللي بيحصل من شوشره الايام الماضيه او السنوات القليله الماضيه، لكن حتى اصحاب هذه الشوشره كانوا يقول لك انا بعمل زي ما بيعمل صالح سليم، احنا هنعمل زي ما بيعمل النادي الاهلي فعلا. وبعدين بعد شويه نسيوا الكلام ده وابتدوا يعني ينصبوا انفسهم ادوار. وماله انك انت تحاول تسبق الاهلي في هذه المجالات، ده صالح الوطن، بس اسبقه بشرف، اسبقه بمعايير زي ما النادي الاهلي حاطط المعايير دي. احنا لحد النهارده يا استاذ ابراهيم لم نستدرك في شماته، لم نستدرك في اي كلام صغير او رخيص ان احنا نعلق على الاحداث ونترك الامور علشان تاخد مجراها اللي ما يأذيش مشاعر حد. احنا بنفرح بنادينا، ما بنفرحش في او بنشمت في الاخرين. احنا عايزين نفضل على هذا يعني المعيار القيمي. النهارده النادي الاهلي كل الناس بتتكلم، وهتشوف في سياق الحلقه اللي انت بنيه بهندسه دقيقه جدا ازاي النادي الاهلي مختلف بالدليل والبرهان في مواقف ثابته غيرنا بيعمل ايه واحنا بنعمل ايه. مش بنعمل كده لانك انت مختار عنوان جميل قوي كان لازم الجينات تنتصر. دي بقت في جينات النادي الاهلي الانتصار للفير بلاي والقيم والتقليد. ده كان كلام مهم جدا في مقالي وما قالوا عن هذه الاحداث، لكن بقى في كلام كتير جدا جمعناه لكم في الغربال. هل جاءكم نبأ الأهلي؟ عرفتوا الأهلي بيتصرف إزاي؟ عرفتوا الأهلي وقت الجد كلمته بتبقى إيه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ
له تصريح قال لك احيانا تتساوى الكفه مع المنافس لكن روح الفانيلا الحمراء تفوز، وفي احيان اخرى تكون اقل وروح الفانيلا الحمراء تفوز، ولا يوجد شيء اخر يتساوى مع روح الفانيلا الحمراء. لكن الاستاذ حسن المستكاوي له تويته كمان مهمه، لعب الاهلي وبيراميدز مباراه قويه، لعب الاهلي من اجل الاهلي ولعب بيراميدز من اجل بيراميدز بعد ايام من كلام فارغ عن تفويت مباراه غيظا في الزمالك وكلام تافه عن تشجيع جمهور الزمالك للاهلي من عدمه. حرام عليكم الرياضه. لكن بعد المباراه والكل شاف الاهلي بيتصرف ازاي، غرد الكابتن وائل جمعه واحد من فرسان الجيل الذهبي في الاهلي، الاهلي ومثال اخر للعب بنزاهه وشرف وبدون حسابات بالرغم من مخاوف اصابه اللاعبين الاساسيين قبل مباراه مصيريه في غياب بعض اللاعبين. يا رب نتعلم، يا رب نتعلم. رد الكابتن محمد ابو العلا نجم الزمالك اللي كان له مسجله لطيفه مع الكابتن سيف زاهر حوالين هتشجع الاهلي ولا مش هتشجع الاهلي، قال لك لا انا مش هشجع الا الزمالك. طب شفت الاهلي وبيراميدز، يا ترى رايك ايه يا كابتن ابو العلا؟ قال الكابتن محمد ابو العلا الاهلي ما يقدرش يفوت، لم نسمع يوما ان الاهلي فرط في مباراه لان له اسمه ووضعه ولا يمكن ان يفوت مباراه، الانديه الكبيره لا تفكر في هذا اطلاقا. عايز اعلق، كله دلوقتي يدرك ان الاهلي ما يعملش كده ولا يمكن يعمل كده، والانديه ولا في يوم عمل كده، والانديه الكبيره ما تعملش كده. طب واللي يعمل كده يروح فين؟ هو صنفها خلاص ابو العيله. لا هو قال لك الانديه الكبيره ما تعملش كده، هو قال كده يعني في اطار ان الاهلي واخرين ما بيعملوش كده. طب واللي يعمل كده هنشوف بعد شويه، يروح العين السخنه ما اعرفش يعمل ايه. طيب بعد اللي حصل وبعد ما الاهلي انتصر للقيم الرياضيه وللعب النظيف، نشوف بقى المردود الاعلامي والصحافه. الاهلي وبيراميدز متعه بلا اهداف، تعادل سلبيا في اقوى مواجهات الدوري، افشى اضاع الفوز الاحمر بعد طرد السوليه. فريق انتي يثبت تغير خريطه الكره المصريه والشياطين من العيار الثقيل. وموسيماني يتفوق في الاختبار الحقيقي. وقال التحليل اثبت لاعبو الاهلي ان فريقهم من العيار الثقيل وكانوا قريبين جدا من الفوز رغم النقص العدد الحاد اثر غياب رامي ربيعه والتونسي علي معلول والانجولي جيرالدو قبل ان يتصاعد هذا النقص من خلال قرار الحكم محمود البنا بطرد عمرو السولية. انا عايز اتوقف عند العنوان، اول جمله، الاهلي وبيراميد متعه بلا اهداف. من النادر ان يكون هناك متعه بلا اهداف، من النادر. ولكن احداث هذه المباراه اضفت الاثاره والمتعه وكمان السياق بتاع المباراه وضعها وتاثيرها على مجريات الامور ودور الانديه في مشوار البطولات الاقليميه ودور النادي الاهلي، والناس الديبيت اللي حصل هيفوت ولا هيلعب جد ولا هيعمل، فالمتعه جاءت من هنا ان الاهلي يطرد يتعور له لعيب مهم جدا بعد 8 دقائق، يطرد منه لعيب مهم جدا جدا بعد ثلث ساعه او 25 دقيقه، تيجي له ضربه جزاء في نهايه المباراه تهدر 41 الشوط الاول، في نهايه الشوط الاول قصدي، يتم اهدارها. كل دي تهد اي فرقه، ثلاث احداث يهدوا اي فرقه. ولكن يخش النادي الاهلي لينتفض ويقاوم ويضيع فلوس فرص ضيع اهداف اهداف. طيب انت راجل اقتصادي خليك في الفلوس، يضيع اهداف ويكسب احترام. هنا يعني صارت المباراه، وفي نفس الوقت لعب بيراميد بجديه اكثر من اي مباراه اخرى، لان مفهوم انه لو كسب دوافع قويه، هو لو كسب يبقى الثاني، يبقى فاضل له مباراه ويبقى الثاني ويلعب في دوري الابطال، ودي كانت هتبقى نقله نوعيه ليه. فجديه الاهلي واستقتال المنافس ودوافعه عملت هذه الاثاره وهذه المتعه. طيب كمان بعد طرد السوليه واصابه كهربا الاهلي ب10
اجتاز موقعه بيراميدز الخطره. أزاروا في الاتفاق وعروض وفرص لكهربا يانون وبيكهام في الأهلي قريبا. يانون المغربي وبيكهام بدر بنون وبيكهام في الأهلي قريبا، فرص لكهربا. أزاروا في الاتفاق، وهنقرأ كلام كتير على أزاروا لأنه هتشوفوا عنوان بعد كده الأهلي باع أزاروا بتراب الفلوس. مش بتراب الفلوس ولا حاجة، تفاصيل اعتقد جيده جدا لصالح الاهلي. تحب نعلق عليها دلوقتي؟ اتفضل. انا احب ان كان امير يطلع هو يعلل لنا. هو ازارو كان على مرحلتين، الفتره الاولى اعاره، الاهلي خد مبلغ، وبعدين البيع النهائي. طيب الناس عماله تقيس على ان النادي الاهلي كان طالب فيه 10 مليون دولار من سنتين، فاي مبلغ تجيب مليون مليون ونص هيقول لك تراب الفلوس. لكن السياق مختلف. انت ازارو لما كنت بتطلب هذا، اولا وقتها جالك 5 مليون، ما جالكش 10، الخمسه التانيين ما حدش رضي يضمنهم لنا. انما السياق مختلف. انت كنت بتبيع هداف الدوري، هداف الدوري وقتها، وكان فاضل له 3 سنين في عقده. دلوقتي دي اخر سنه لازارو، يقدر من الانتقالات الشتويه مش محتاج النادي الاهلي في حاجه. يقدر ازارو يروح يوقع لاي نادي مجانا. اذا انت في الاربع شهور دول بتاخد فيه المبلغ اللي تقدر عليه. فهي صفقه جيده بكل المقاييس. ازارو في الاتفاق السعودي زي ما المهندس عدلي اشار بثلاث حاجات مهمين جدا. الاهلي واخد 800,000 دولار. رقم اثنين، الاهلي واخد 40% من الاتفاق السعودي من عائد بيع ازارو لاحقا. اي عرض هيبيع بيه الاتفاق السعودي وليد ازارو لاي نادي، رقم واحد الاهلي هياخد 40% وله حق الشراء لو الاهلي عايز يستلم. عندك بيسموها الفيرس ريفيوزا. أيوة. يعني لما يجي يبيعه جاه فيه مبلغ بالظبط، والاتفاق عايز يبيعه، لازم يعرضه على الاهلي بنفس المبلغ الاول. ايوه، فانت لو في ساعتها محتاجه هتسترد. النقطه الاهم بقى، وليد ازارو رقم واحد انه بعد شهرين يبقى لاعب فري، يعني في يناير اللي جاي يبقى باقي له 6 شهور في عقده، فحقه ينتقل. فانت بتبيع لاعب في مرحله مهمه جدا اقتصاديا وتسويقيا ليك، دي شطاره انك انت في الوقت الميت قوي في الفتره الحرجه جدا انت بتبيعه ب 800,000 دولار، تاخد 40% من عائد البيع، تاخد حق الشراء مستقبلا. فاعتقد كان دي المهم جدا بين الاهلي والاتفاق السعودي اللي الناس بتنتقده. وكان في تسويه طبعا 100,000 دولار مستحقه للاهلي لدى الاتفاق السعودي عن اعاره وليد ازارو من قبل. طيب محمد يوسف له تصريح مهم جدا ينم عن شخصيه ولاد الاهلي بقى. محمد يوسف كانت الشائعات الاعلاميه كلها او التكهنات رشحته لتولي مهمه قياده الفريق بعد ريني فايلر ما مشي. لكن يوسف لجنة التخطيط ارتأت سريعا التعاقد مع بيتشو موسيماني، تم التعاقد معاه. محمد يوسف بيقول يرفض النية السوداء مع دعم موسيماني، وبيقول لك انا في ظهره لاني تربية الاهلي. وبيأكد الكابتن محمد يوسف، لما نزلت بيان ادعم فيه موسيماني بعض الناس قالت لي تلاقيك كنت عايزها لنفسك، او تلاقيك كنت عايزه يخسر ويمشي عشان تمسك مكانه. قلت لهم انا اتربيت في الاهلي وتعودت اصلح بيتي، وعشان كده ربنا كرمني وخدت دوري ابطال افريقيا والسوبر مع الاهلي وهما اكبر بطولات افريقيا. وقال اخلص في عملي ونيتي صافيه لله، ماليش في النيه السوداء، اشتغلت مع البدري وفايلر وغيرهم وساعدتهم ووقفت في ظهرهم، وكنت مرشح لتولي تدريب الاهلي قبل موسيماني، لكن حاليا احترم قرار المجلس، انا في ظهر موسيماني وسادعمه ونفسي يمشي كويس وربنا يوفقه ان شاء الله. هو اشتغل مع لسارتي مش فايلر، سلم الفرقه لفايلر. لكن محمد يوسف هنا بيدي مثل اعلى، بيدي نموذج لاولاد النادي. فعلا هي المساله مش مساله يا فيها يا خفيها. يعني اذا اشتغلت بالمنطق ده، ان انا اذا ما كنتش موجود ابقى حاقد ومغلول واتمنى الشر وخانوني وخدعوني والكلام ده، نموذج لواحد تمرد فيه تربيه الاهلي.
اعتمرت في تربيه الاهلي. ده كلام مهم جدا. الاقي عنوان ثاني، الاهلي يتحرك لبقاء احمد فتحي لنهائي دوري الابطال ويبيع ازاره عربيا بتراب بفلوس او بتراب الفلوس. شفتوا تراب الفلوس عامله ازاي عشان تبقى المساله واضحه؟ شرحناها بقى خلاص. لكن بالنسبه لاحمد فتحي، لانه الاقي برضو جورنان او مجله التناقض في العنوان، تعديل القيد من اجل عيون الاهلي. تعديل القيد من اجل عيون الاهلي تقرا ادى الاتهام انه اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي. تقرا في نفس الجورنان اول سطر، استجاب مسؤول اللجنه الخماسيه لطلبات الاهلي والزمالك وبيراميدز باحداث مرونه وتعديل على البند الخاص بفتره قيد اللاعبين في اللائحه اللي اصدروها. هو هنا يعني بس عايز اعلق في الحته دي، العنوان والسياق والمتن زي ما بيقولوا. لما يبقى المتن ان الثلاث انديه ليهم مصالح واتحاد الكوره منطقي وطبيعي يعني يستجيب لطلباتهم، امال هيستجيب لطلبات مين؟ ما لازم يريح انديته. صحيح. لكن لما تيجي في العنوان عشان تشد الانتباه تقوم تختزل وتاخد الاهلي ها من السياق اللي عم تقول ايه من اجل عيون الاهلي. انت كده خلاص لخصت الامر. انحياز. يبقى هو مش انحياز، يبقى هو الاهلي هو البياع، الاهلي هو اللي لما تكتب اسمه بالطريقه دي تلفت الانتباه، يبقى انت خدت الاهلي في حته لوحده، مش الاهلي اللي بيحط نفسه في المكان. الاهلي عمره ما ادعى مكانه. الناس تضعه حتى اللي عايز يسيء اليه هو اللي بيحطه في هذه المكان. طيب هنطلع لفاصل، بعد الغربال في كلام كتير جدا وناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. بكره ان شاء الله الثلاث فريق الاهلي هيبدا التجمع في النادي الساعه 9:30 الصبح، التدريب قصدي، هيتمرن الساعه 9:30 صباحا، ثم يبدا الاستعداد للسفر الساعه 1 الظهر التوجه للمطار، الساعه 3 العصر تطير الطائره باذن الله تعالى الى كازابلانكا، البعثه برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بيتسو موسيماني هيختار كل اللعيبه المتاحين بما فيهم محمود كهربا. كهربا المصاب مقرر يسافر مع البعثه ان شاء الله لتجهيزه، اذا كان هيلحق ان شاء الله يلحق، ما يلحقش هيبقى موجود في اجواء الفريق. اول يوم للوصول بكره الثلاث ان شاء الله الفريق هياخد راحه في المغرب، ثم يتمرن الاربع والخميس والجمعه استعدادا لمباراه السبت اللي هتبقى الساعه 9 مساء، الاهلي والوداد البيضاوي المغربي. شفتوا امبارح الرجاء البيضاوي احتفل ببطوله الدوري بفرق نقطه واحده على يعني لغايه الدقيقه اللي قبل الاخيره، الدوري رايح للوداد. جاب جون الدقيقة 88، الدقيقة 87 الرجاء بطل 88 الوداد بطل 91 الرجاء بطل. كانت قمة الإثارة الحقيقة في البطولة المغربية اللي كشفت عن فعلا مستويات متقدمة وندية واضحة جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة النهارده حتى والفريق واخد أجازة بيشرف على ترتيب كل أوضاع البعثة عشان يروح الفريق في كل استعداداته الإدارية والطبية وكافه ما يلزم. بمناسبه الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح كان له تصريح عجبني وهو بيعلق على المباراه بعد بطريقتك بقى امبارح بس امبارح بيعلق فقال لك انا بطالب ان هم يعملوا احصائيه للكيعان، احصائيه للكيعان. كوع عمرو السوليه امبارح يستحق عليه الطرد. خلينا نبقى صراحه، استخدام الكوع في وجه المنافس بالطريقه اللي تم بيها حتى لو كان في ظهره مش شايفه لكنه كان يستحق يعني عليه الطرد. ده 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 مش عمرو السولية. يعني التصرف ده مش عمرو السولية بالظبط، حتى وان كان في اسباب في ارض الملعب، في درجه من تعمد اللعب العنيف من جانب بعض لاعبي بيراميدز، لكن الفار اللي ظبط كوع السولية ما عرفش يظبط رجل محمد فاروق، مع ان رجل محمد فاروق زي ما كل وضحها كانت واضحه وظاهره جدا. محمد فاروق لاعب بيراميدز، واللي انا مستغرب امبارح كان بيلعب بشيء، الجديه مطلوبه والاصرار مطلوب والمنافسه القويه مطلوبه، بس تعمد الايذاء والخشونه الشبه المتعمده في حالات كتيره جدا
غير منطقيه وغير مقبوله، لانه في كوره مع قفشه الفار اللي ظبط كوع عمرو السوليه كان لازم يظبط رجل محمد فاروق وهو بيتعمد ضرب مجدي قفشه. هنا يا استاذ ابراهيم ده بقى ده هو ده مربط الفرس، ازدواج المعايير. حط انت في نفس المباراه، احنا بنتكلم، احنا لو جبنا لك بقى احداث ثانيه هتلاقي عشرات الامثله وانت ضروري مجهز حاجه. ايوه. لكن انا بتكلم ان في مباراه واحده والناس اللي هي قاعده بتقيم هي فالمفروض يبقى المعيار عندها معيار. لا ده 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 ده, ده هذا هذه اللقطه من ابشع واسوأ ما حدث في المباريات والتحكيم المصري لسبب. باسم مرسي مع سعد سمير ده نهائي كاس مصر 2016، هذه اصابه متعمده اصابت سعد سمير ولم يطرد باسم واحرز هدفين ولعب سعد بدمه وفي هذه المباراه اصاب عمدا كما قال بعدمة لسان وشوي السعيد وليد سليمان، وشفنا رجله بقت عامله زي الفيل. كان وقتها يتنافس وليد سليمان وسعد سمير على افضل لاعب في مصر، فخد واحد من تخيل في مباراه واحده. لا ده خد لك واحد بانتقائيه، يعني مش صدفه. واحد في الجانب الهجومي واحد في الجانب الدفاعي، ابرز عنصرين في مصر بضرب متعمد، وبعدين يطلع يقول لك انا كسبت كاس مصر. لا للاسف الشديد هذا فوز اشرف منه لزيم. فوز طبعا اشرف منه لزيم، لان مفيش عدل في هذه المباراه. مفيش عدل خالص في هذه المباراه. وارجع اقولها طيب عولة. نرجع لاحصائيه الكيعان على تحدي تعبير الكابتن سيد عبد الحفيظ، برضه الفار اللي عمل اللي قفش عمرو السوليه وكوعه ما قفش قفشه ورجله بتضرب من محمد فاروق، بس كمان تغاضى عن كوع لطارق حامد واضح جدا. على فكره كوع طارق حامد عند عدد كبير من الحكام ما بقاش ممنوع، في حصانه يعني لكوع طارق حامد. من دمنا بنتكلم كوع السوليه يستحق الطرد، يستحق الطرد، بس كوع طارق حامد ده يستحق ايه؟ لما يكون في مباراه في وش لاعب الشرقيه، دي كانت في دور ال 32 4 ديسمبر 2019 ولا الهوى. كوع طارق حامد محمي ومحصن، كوع فرجاني ساسي كمان في وجه لاعب انبي في الدوري ولا الهوى ولا الهوى. احنا كده بنتكلم على راي سيد عبد الحفيظ في احصائيه الكيعان. محمود علاء لاعب اسوان يشمسه في الكره اياها اللي كانت واضحه قدام عين الحكم، وطبعا الفار شايف بيضربه قدام الحكم ولا الهوى ولا يعني قدام عينه. أي معايير حتى لو الحكم مش فيه فار يا اخوانا، ما انت فاكر لما قلت لك فار يا فار يا فار يا فار قولي لي يا فار قلت لك ان الفار ممكن ما يبقاش هو الحل، يبقى هو المشكله. ما هو اصل طالما دخل عنصر بشري لازم العنصر البشري ده يعني يبقى واخد باله ان هو اعلى درجه من درجات التقاضي، هو الاستئناف. الحكم ما عندوش وقت، يعني ممكن تبرر له خطا لكن الفار ما تقدرش تبرر له خطا. زي الفار في 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 ضربه جزاء الاهلي والزمالك، الفار عمل ايه؟ تجاهل ضربه جزاء مؤكده. كل الناس قالت ضربه جزاء مؤكده. فانت هي الفكره عندما هل الفار هيعمل لنا زي الحكم الخامس اللي كان بيقف على الخط ويبصها ويشترك في اللعبه ويطنشها وشالوه بعد الواقعه دي؟ فاحنا عايزين المعايير بس عشان الناس ما تتكلمش. قلنا كوع السوليه يستحق الضرب الطرد، كل كوع بعد كده على راي الكابتن سيد عبد الحفيظ يستحق من الفار ان هو يتظبط ويتقفش ويتعاقب، مش كوع وكوع، لان فعلا بقت مساله كيعان غريبة جدا. إذا كانت مسألة كيعان غريبة جدا ففي كلام كتير جدا مسكناه لكم ب عظمة لسانه. القصة امبارح وخلال اليومين اللي فاتوا اللعب النظيف التفويت، هل لو أنا مش محتاج حاجة في مباراة ألعب بشرف ونزاهة وإصرار وتركيز ورغبة وسعي للفوز والله طنش، مش هفوت بس اطنش. كابتن حازم امام وهو حد محترم ونموذج للاعب الرياضي بجد،
كان له تصريح قديم شوية على قناة مودرن وقتها حوالين وقع للزمالك والإسماعيلي. الإسماعيلي محتاج المباراة نكاية في الأهلي، الزمالك مش هيلعب بالجدية المطلوبة، وده بعظمة لسان حازم إمام. غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هيخدر، ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك. صح. في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ان ماتش الاهلي ده حال، ده انت بتلعبه يعني الاهلي مش زي اي ماتش. صح. ثانيا هقول لك حاجه، مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ يقول لك الضمير. ضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلاعب ان انا هموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمر اغيظ واحد صاحبي انت خدت كام بطوله؟ ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ هو بالظبط الدافع يا كابتن حازم اللي هنقوله له واللي انت هتعرف تعترف بيه دلوقتي، انك انت بتلعب تنتصر للرياضه، انت بتنتصر للاخلاق، انت بتنتصر لقيم ابعد بكتير قوي من نتيجه المنافس ونتيجه. وهي دي بقى اللي بتاخد الاهلي في حته تانية، ان حازم امام نفسه اللي بيندهش يقول لك انا العب ليه بمنتهى القوه عشان اهدي الدوري؟ الضمير للمنافس. هو دلوقتي بيقول ايه على ماتش امبارح؟ نسمع بقى. تعليقاتك ايه او تعليقك ايه على كلام الراجل؟ شايف انه منطقي انه واقعي، بتقراه ازاي يا كابتن حسن؟ راجل خفيف يعني. راجل اوان، مش متجهم الوجه، مش مش اللي هو يعني مش عايز يقطم، لا بيتكلم وعايز يبين وجهه نظره. اكتر حاجه عجبتني فكره الولاد الصغيرين لما بيقولوا له العربي قال لهم اي سو هيم رانينج الاط، يعني بيجي على طول ليتس بلاي، خليه يلعب. فكرة ان هو سهل، يعني فكرته ان اللي بيلعب في التمرين وبيتمرن كويس من حقه انه ياخد فرصه. نعم. دي مهمه جدا يعني. ان انت تدي فرصه للولاد الصغيرين يشتغلوا في وقت ماتش انت مطلوب منك واحد تلعب مع بيراميدز فرقه كبيره جدا، تلعب تنزل عربي وبعدين بتنزل اي نعم. يعني التغيير الاخير في الدقيقه 88 بس. يعني شادي برضه في توقيت صعب طبعا. انت خسران واحد يعني، قصدي 0-0 وماتش صعب مع بيراميدز فرقه ضغطاك وبتاع، ف عنده جرأه وعنده، ودي حاجات كويسه. عنده قلب جامد. عنده قلب جامد، واللي بيديه القلب الجامد دايما اللعيبه بتاعتك هي. نعم. تديك انك تبقى مطمن، تبقى واثق. نعم. ان في ناس في ظهرك كويسه، ناس لا ان هيلعبوا كويس. الحته اللي ورا دي احمد فتحي النهارده كويس، الوديانج هايل هايل. نعم. يمكن فتحي طبعا كويس جدا وهاني كويس جدا، قفلوا الاطراف بشكل كويس، لكن عاجبني اكتر طبعا ديانج لانه بيقفل القلب، خد دورين وبيلعب لقدام. نعم. انت ممكن تعمل دور واحد كويس انك تقعد تدافع فعلا، مفيش حد يشتغل عليك وتقفل زي ما فتحي بيعمل. عرام فتحي كمان زاد شويه، لكن قصدي حته ديانج انت بتقطع وتكمل وتروح وتشوط وشوط الاول بتعمل نفس الكلام، وشوط تاني بتعمل نفس الكلام، يعني انت وانت كامل بتعمل نفس المنطق، وانت ناقص بتعمل نفس المنطق، مش اللي هو قاعد ورا بس. فالاهلي استغل العمق شويه. شوف كابتن حازم امام ما لهاش صراحه، ما قالش الاهلي لعب بجديه وكان انما وصف الاداء بتاع كل لاعب واداء موسيماني برجوله وايجابيه، رجوله وجديه وجراه وثقه، مهاجمين وفلان تالق وفلان تالق وفلان تالق. ده معناه ايه؟ ان الناس دي عملت اللي عليها واكتر، خصوصا وهم في نقص عددي، في نقص عددي. كان عندهم 100 مبرر الماتش الشوط الثاني كده يروح في الهواء، لكن طبعا الكابتن حازم امام هو ذكي جدا وفاكر هو قال ايه طبعا، فما قدرش يقولها، لكن هو يعني اعترف ان الاهلي كان متفوقا وموسيماني كان متفوقا وكان جدا وكان يعني لو يقدر يقولها عمل للفيرت ليه. وهنا انا بفكر الكابتن حازم، لانه حازم امام من الكوادر الاداريه الواعده جدا، كان له تجربه في مجلس اداره الزمالك، له تجربه في اتحاد الكره، وان شاء الله تبقى له تجارب جايه كبيره في الحقل الرياضي، وعلى المستوى التحليلي حد يستمع اليه. لازم التصريح القديم بتاعه وانا العب ليه باجاده عشان افرح المنافس، لازم يعتذر عنه، لازم ينسحب منه، لا لا لازم يتخلى عنه، لا 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 لازم يصححه. ما يصححش ولا يعمل، هو قال ساعتها واقع الحال. بص في امور ما تنفعش تتصحح، زي الجون بتاع المحله اسمه ناصر فاروق، قال لك انا خدت حسام في الحضنه ما حط فيا جون، لكنه ما يبقاش ده دعوه، لانه انا لما اتحط في منافسه او مناسبه مطلوب مني ان انا العب باجاده ونزاهه
علشان انتصر للفير بلاي، للعب النظيف، بغض النظر هذا الفوز هيفيد المنافس المباشر بتاعي ولا لا، مش بتاعتي. زي ما النادي الاهلي عمل، الغريم التقليدي اللي هو له نادي الزمالك هو الوحيد اللي هيستفيد من كان ممكن النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم يفكر كالاتي. يقول لك ما الله، طب ما انا لما رحت لعبت في بطوله الكاس وسبته يلعب الدوري، كان ممكن العب الدوري واحرمه. رجع بعد كده يقول لي انا بطل افريقيا. لما كنت انا يعني بس يعني بيخش بدالي، طب انا ليه يعني اريحه؟ محدش بيشيل لحاجه، انا ليه اريحه؟ محدش بيشيل لحاجه. لكن الاهلي مش هو الاهلي لما بيلعب ليه؟ بيلعب علشان الجينات بتاعته كده، مفيش تفكير في التخاذل. وده اللي قلناه لكم من الاول، كان لازم الجينات تنتصر. دي جينات ان هو يلعب للنصر، يلعب للفوز، يلعب لشخصيته، يلعب لاسمه، ويعود لعبته على كده. مفيش حاجه، اللي يستفيد، اللي ينضر، لكن انتصر لاسمي وقيمتي وشخصيتي. واستمع لراي الكابتن وليد صلاح في البدايه، هل النتيجه مستحقه؟ عادلة 100%. بس كمان انا عاجبني النادي الاهلي النهارده جدا. في ايه؟ يعني سيناريو ولا اروع. لو مستر موسيماني او اللعيبه بتحلم بسيناريو زي ده ما كانتش هتحط. يعني بتلعب ناقص واحد، اداء بدني عالي جدا، التحامات عاليه جدا، فيها وقت طويل جدا انت بتلعب زون ديفنس، وده اللي هيحصل في مباراه الوداد. مظبوط. ضغط عالي جدا من بيراميدز، بلياقه بدنيه عاليه جدا، بتقدر تهاجم وتدافع. ازاي بتقدر تتحول من الدفاع للهجوم؟ وطبعا يعني هنتكلم على ديانج، وهنروح لفكره التحول من الدفاع للهجوم. حاجه رائعه، بياخد الملعب كله جري. احمد فتحي حاجه هايله، محمد هاني قفشه النهارده واحده من احلى مبارياته اللي اشوفه فيها. لا يعني النادي الاهلي عجبني جدا. دي واحده مثلا. بص يعني النادي الاهلي النهارده انا اللياقه البدنيه عجباني جدا. بص الولد عامل ازاي، ديانج ما شاء الله، وحاسس ان الفرقه ما شاء الله. طبعا الاصابات يعني ربنا بقى يستر. شوف الكابتن وليد، الحقيقه من المرات اللي شفته مبسوط. يعني ساعات انت تتعلق على حاجه لما تبقى واضحه قوي وتتسق مع فكرك ووجهك، وتبقى عارف تلمس بسهولة جدا على اسباب النجاح والفشل، بتبقى انت مبسوط. في ماتشات بتبقى غامضة مش عارف تلمها، انما هو امبارح يعني قدر يشوف دور المدرب وجرأة المدرب وقدر يشوف اللياقة البدنية العالية بتاعت النادي الاهلي، وقدر يشوف ازاي النادي الاهلي تعامل مع الازمة. مضيع مطرود لاعب، كهربا متعور، مضيع ضربة جزاء، المنافس بتاعك مختلف في قوته، هو صاحب المركز الثاني في الدوري، الوصيف بتاعك، المنافس بتاعك عنده دوافع انه يحافظ على هذه الوصافة. فانت كل ده قدر يلخصه في اسباب فنية واسباب معنوية، وقال نجح الاهلي تماما في هذه المباراة. المباراة دي اعتبرها انها تهيئة لمباراة الوداد. طيب هو موسيماني ده جاي من جنوب افريقيا ومعاه عصا موسى يعني ولا ايه؟ رماها فابتلعت كل تعابينهم. ايه التحول السريع ده؟ ده راي الكابتن عماد متعب. ايه التحول الاهلي السريع مع موسيماني في راي عماد متعب؟ كابتن عماد، يمكن المباراه نقدر نقول فيه لعيبه افراد كانوا كويسين جدا، وفي ايضا شغل من الخارج. يعني بتشعر انه سواء موسيماني او تشتتش اشتغلوا بشكل جيد في اللقاء. هل الافراد هم اللي كان لهم الدور الاكبر النهارده، ولا المدربين اللي سيروا المباراه زي ما هم عايزين؟ يعني انا شايف ان موسيماني هو اللي نجح اكتر. موسيماني نجح اكتر مع النادي الاهلي لان الظروف كانت اصعب. انا بس عايز اقول كلمه حضرتك قلتها واحنا بنسمع الراجل، قلت ده المدرب الواحد كان نفسه يلعب معاه. بالظبط. ليه؟ انا بحترم المدير الفني اللي عايز اللعيبه تلعب. عايز اللعيبه تبقى موجوده في الملعب ومبسوطه وتلعب كوره. ما بيحطش ضغط على اللعيبه زي ما قال كابتن حازم. هو قال كان بيتكلم على عرب بدر واللعيبه الصغيره، قال لك بيتمرنوا بشكل جيد جدا، العبوا
ايه اللي يمنع انك تلعبه؟ جرأه. جرأه طبعا، جرأه وثقه في اللعيبه، وشايف اللعيبه عندها امكانيات وظروف الجدول كمان. يعني الراجل واحد تاني، مدرب تاني بقاله 3 ايام، بقاله 3 دي ثالث لقاء ليه في في مصر بالظبط، ثالث لقاء ليه مع النادي الاهلي. ممكن يقول لك لا انا خايف العب بالناس الاساسيه والمباراه دي ليها حساسيه فما غامرش. لا الراجل بينزل حتى لو دقيقتين، حتى لو دقيقه الراجل بيلاعب الناس ومش قلقان من حاجه. فالواحد بيحب المدربين اللي بيتعاملوا بالشكل ده. يعني متفق معاه في كل مكان، لكن انا في كل حاجه قالها، بس انا هرد عليك انت بقى. انت سالت، هو موسيماني معاه عصا سحريه غير الدنيا ولحيه اثر ويسيب بصمته وبتاع. بص يا استاذ ابراهيم، كلمه انه غير الطريقه وغير بتاع ده هي مش المشكله. المدرب مثل المايسترو، العازفون هم بقدراتهم صحيح، بمستوى كل واحد فيهم. لكن في مايسترو يلخبطك، في مايسترو ما يلقطش ان الكمانجاتي ده متفوق على بيت زمايله فيديله مساحه اكتر. ها في دي مش محتاجه وقت، دي محتاجه يعني انت لو انت مايسترو واقف خرج من المسرح داخل اللي وراه في ثانيه هيستطيع انه يقود بنجاح نفس البند اللي كان بيلعب نشاز مع المايسترو اللي قبليه. هو ما غيرش قدرته. انت عازف جميل، اتفضل يا بيه. طيب، ادى الاهلي، تفوق الاهلي، نشوف راي الكابتن سيف زاهر. بيراميدز مش فريق صغير، بيراميدز فريق كبير جدا وصنف نفسه وسط الكبار. بتلعب النهارده 50 دقيقه امام النادي الاهلي و10 بيهاجمك النادي الاهلي، بيضيع فرص، عنده فرص عليك بشكل كبير جدا جدا جدا. 10 لعيبه النهارده تحس ان هم 12 لعيب في الملعب، ما حسيناش ولو للحظه، ولو للحظه ان الاهلي بيلعب ناقص. في مباراة تحصيل حاصل للنادي الأهلي، يعني من الطبيعي إن اللعيبة تنزل مش في دماغي المباراة، أنا رايح في النهاية ألاعب الوداد، غير الحسابات الأخرى اللي هي من تحت الترابيزة، إن النهاردة مكسبي ممكن يدخل الزمالك الجيم، ممكن يلاعب الزمالك البطولة الأفريقية، يلاعب النهاردة الزمالك في المركز تاني، ولا ليا أي علاقة بزمالك ولا بأهلي ولا بحاجة. أنا لابس تيشيرت حمراء بمثل فريق اسمه النادي الأهلي، نازل ألعب بشرف وأكسب. 10 تنفار، 11 نفر، 9 تنفار، انا بلعب في الملعب بكسب فقط لا غير. برسي النهارده مبادئ، ان النهارده بلبس التيشيرت ده بلعب برجوله، بلعب برجوله حتى المباراه بالنسبه لي لو تحصيل حاصل. معرفش يعني ايه مباراه تحصيل حاصل، معرفش يعني ايه لغه الحسابات، معرفش يعني ايه الزمالك يبقى في المركز الثاني ولا في الثالث ولا في الاول ولا ياخد بطوله. انا ماليش علاقه، انا بلاعب خصم، بلعب مباراه بشرف بامانه، هي دي الرياضه. الاهلي النهارده عامل مبدا جديد هو ومدربه. مدربه ناس كتير النهارده بتقول لك موسيماني ما كانش فيه داعي الكهرباء، ما فيش داعي للسليه، ما فيش داعي لقفشه. وجهات نظر هو يسال عليها، لان ما فيش حد هيرتضي بحاجه، ولكن في اللغة الفنية كل واحد ليه وجهة نظر، والناس تختلف كثيرا في الأمور الفنية. 10 تنفار يقعدوا يتكلموا، نقعد نتكلم فيها 150 سنة، وكل واحد ليه وجهة نظر. في الآخر مش هتشغلني دي، لأن الفاتورة والحساب في الآخر عند موسيماني. ولكن فريق الأهلي بمنتهى الصراحة شابوه النهاردة لترسية المبادئ، شابوه النهاردة لوضع ميثاق أخلاقي وإرساء المبادئ، شابو بجد. هو ده الموقف اللي فعلا نقول فيه شابو للنادي الاهلي، لان مفيش حسابات، في لعب. اكسب اكسب اللي انت فيه وبعد كده نفكر في اي شيء. وانا النهارده بقول لك يا كابتن سيف شابو يا كابتن سيف، لان مفيش حسابات. اتكلم كلام في صدق من القلب، لخص الليله، موافقين على كل كلمه قالها. كل دول اهلاويه، الاحترام والتقدير لكابتن حازم امام، بس كابتن شوبير، كابتن عماد متعب، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سيف زاهر اهلاويه، رايهم في الاهلي حتى وان كان فيه فرحه، فيه سعاده، فيه نوع من الفخر بقيمه هذا الفريق البطل، وهو بيتعامل بكل هذه القيم الرياضيه النزيهه والشريفه والمشرفه جدا، منطقي. لكن الراي للمنافس، الراي ما شاهد به الاخرون، الحق ما شاهد به المنافسون. انت المدير الفني لبيراميدز، بعد المباراه اللي عانى فيها كتير مع الاهلي وخرجت نظيفه، كان رايه ايه؟
يعني النهارده اكيد مباراه صعبه جدا امام النادي الاهلي، ولكن خلص المباراه بالتعادل السلبي، هل شايف ده في مصلحه بيراميدز او لا؟ وخلاص يعني انتوا كده هتستنوا مباراه الزمالك القادمه في حال التعادل او الهزيمه. Utakmica protiv Ahlija uvijek je dobro kad se ne izgubi. Još zamalek ima dvije utakmice do kraja, ali mislim da ćemo tek u zadnjem kolu znati ko će biti drugi. Mislim da se borba za drugo mjesto dalje nastavlja. بيقول اكيد المباراه قصاد الاهلي بتبقى مباراه صعبه، واكيد بيبقى كويس ان انت ما تخسرش قدام الاهلي، وفي نفس الوقت الصراع على المركز الثاني هيفضل لغايه اخر جوله في الدوري ان شاء الله. يعني لو اتكلمنا عن فريق بيراميدز وادائه اليوم، كان مستر انتي كان ضاغط على فريق الاهلي من المقدمه وكان بيلعب بصوره جيده جدا، ويمكن استغل ايضا طرد عمرو السوليه واستطاع ان هو يستحوذ على الكره لفترات طويله، لكن دون جدوى حقيقيه على المرمى. هل شايف ده كان في بعض التقصير من مهاجمي نادي بيراميدز او لا؟ دانس بدل ما بده مو مالو يزاناليزيرالي اوتاكميتسو اي اوتشينك بويدينتسا ovog trenutka mogu reći da je momčad htjela, da je učinila sve da dođe do pobjede, nažalost nismo uspjeli. بيقول ان هو لسه هيعمل تحليل لاداء اللاعبين وهيشوف اداء كل فرد في اللاعبين، بس بالنسبه للفريق نفسه حاول كتير وعمل اداء كويس في المباراه. Moram reći da smo igrali protiv najbolje ekipe u Egiptu. لازم يقول برضه ان هو النهارده احنا كنا بنلعب مع افضل فريق في الدوري. هو أزاد وأفاض في الحتة دي، أحسن فريق في مصر وفي أفريقيا، وهو ده اللي أنت بتسعى له، الجدارة في أعين الآخرين، مش اللي أنت تحس بنفسك أنا أحسن منك أنا أحسن. لا، أنت تيجي تقول لي أنت أحسن مني وأنا أقول لك لا أنت أحسن مني، دي الجدارة، ده الاعتراف المنافس. فالحقيقة كل كلمة بتتقال حلوة في حق النادي الأهلي بتشعرك أنك أنت مبسوط. هو كلام انت ده في المؤتمر الصحفي افاض كتير فعلا في لا ده قال لك افضل فريق افريقي وعربي واقوى فريق ممكن تلعبه. ايوه قال لك حتى انا بعاني كتير معاه وانا بلعب او هو بيلعب 10. فده هو ده دي الجدار. لما المنافس بتاعك يعبر عنك كده، وهو كمان مؤكد يعني هو الفريق ده بيلعب بالجديه قوي كده ليه؟ ده مصلحته مش في الحته دي، وهو يعني درس لازم نطلع بيه كلنا من اجل هذا. تلعب كره القدم وتلعب الرياضه بشكل عام، اعمل اللي عليك اعمل اللي عليك، بس كان لازم الجينات تنتصر. بعد الفاصل بحضراتكم من جديد. شفنا كلام الكابتن فاروق جعفر وشفنا حقائق الكابتن جمال عبد الحميد، لكن بالمناسبه عايزين ندي الكابتن محسن صالح ولجنه التخطيط في النادي الاهلي وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى، لانه ثبت انه كابتن محسن صالح ولجنه التخطيط لازم يمسك منظمه الصحه العالميه. هيبقى ساعتها دكتور محسن صالح، لانه لما يطلع حد يقول لك النادي الاهلي في شهر مارس اللي فات لما موسيماني جه يلعب مع الاهلي مباراه صن داونز 29 فبراير الاهلي كان عارف، دكتور محسن صالح كان عارف انه في نهايه السنه في شهر 10 فايلر المدرب السويسري ده اللي مكسر الدنيا وقتها هيمشي، وفي فيروس كورونا هيجتاح العالم وهيعطل الكوره في مصر. دي رؤيه الكابتن محسن صالح ولجنه التخطيط. لا مش بس الافلاك، ورؤيه موسيماني انه كان عارف ان فايلر موسيماني هيعرف ان فايلر هيهرب ومرات فايلر هتغضب ومراته هتقول له ما تقعدش في مصر ارجع تعالى، كل ده كان موسيماني عارفه. والكابتن محسن صالح ولجنه التخطيط ما شاء الله مرتبه للي منظمه الصحه العالميه ما عرفتهوش. ازاي تقدر تخطط ل 11 شهر لقدام؟ ازاي تقدر تتوقع انه في فيروس جديد جائحه هتجتاح العالم؟ ازاي تقدر تلعب في ودان مدرب جاي يلعبك؟ علشان انت عارف انت مش بس خبير صحه عالميه، ده انت طلعت خبير كوره افريقيه، ان انت عارف المشوار ده
هتفضل تتخطى الادوار اكتر من كده. ففي شهر 10 الاهلي هيلاعب الوداد المغربي في السيمي فاينل، فعايزين مدرب حافظ الوداد المغربي، فنجيب موسيماني فلازم نربط معاه في 29 فبراير لحدث هيحصل في 29 اكتوبر. لا انت ليه متجاهل فايلر نفسه؟ انه يبقى عارف ان فايلر هيخاف من كورونا، لان سيزا هيجي له كورونا، وان مراته يعني واهله هيوحشوه في شهر 9. مراته هتصمم. اللي كان لسه مادد وهيكمل معاك يا اخوانا، والله العظيم ده خيال، والله ناس خيال جميل، لازم يستثمر احسن من كده، لان دي الناس بتتفوق على نفسها. طيب هو سيزا ده بالمناسبه اللي جات له الكورونا واللي بسببه فايلر قلق، إيه؟ اتكلم حتى على موضوع كهربا، لانه كل الناس دي قالت على كهربا وسبب قيده، وانه انت فتحت الموضوع بمناسبه ايه؟ انه فايلر ما كانش عايز كهربا. نشوف سيزا لما سئل كان عايز ايه راي فايلر في كهربا. في التعاقد مع كهربا البعض قال انه كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك وكان مدرب لكهربا حذر من التعاقد مع كهربا، حذرني من التعاقد مع كهربا. وفي كمان نقطة تانية بالنسبة لصالح جمعة، بيقول انه كان صالح عمل حديث اتهم فيه رينيه بالعنصرية، ومن ساعتها هو اخذ موقف منه. يا ريت تشرح لنا وتوضح لنا النقطتين دول باعتبارك الذراع الايمن لرينيه فايلر. أنا أعلم كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق منذ أكثر من 20 عام، ولا أعلم إن كان قال تلك الأمور أم لا، ولكنني رأيته وأعلمه جيدا، وأيا كان ما حدث فلا يوجد هناك شخصنة للمواضيع. كهربا لما لعب اثبت انه لعيب كويس، واثبت انه كل الهواجس اللي قالها اذا كانت وصلت، يعني انا قلت هي معلومه قد تكون صح قد تكون خاطئه، لكن لما لعب نال اقتناعكم ونال اعجابكم؟ طبعا كهربا انا اقول دائما انه لاعب ذو موهبه كبيره، ولديه موهبه كبيره وقدره كبيره داخل الملعب، فهو دائما كان يحاول دائما ان يبذل اقصى مجهود ويقدم اداء رائعا في جميع المباريات، فهو يقوم بالعمل كثيرا، وانا احبه كثيرا، وهو لاعب دائما لديه الرغبة في إحراز الأهداف، وهدفه أن يفوز الفريق. كان هناك ولكن للأسف كان هناك العديد من المباريات التي لم يتمكن الكهرباء من المشاركة فيها، وذلك بسبب التعليق، العقوبة التي تعرض لها بالتعليق وعدم اللعب في بعض المباريات. بص ده بيقودني، سيزا بيؤكد ان ما فيش حاجة اسمها ان جروس كلم فايلر، مفيش معلومة عنده بالكلام ده، على وحذرهم كهربا واشاد بكهربا، وقال الراجل بيلعب لصالح الفريق وعنده موهبة عالية جدا. وده يقودنا ان احنا ناخد الكلام بحذر. احنا يا اهلاوية يا ناس يلي بتتابعوا الاهلي وبتعلقوا عليه، تعرفوا ان في ساعات يتقال كلام عشان احنا نفتن فيه، مش بنشغل بيه ونضر نفسنا بيه. يعني قصة ان فايلر مش عايز كهربا، في ناس تبنتها من الاقلام، تبنتها زي بالظبط فكرة صالح جمعة، وانه مش عايزه. برضو النهاردة في اشادة بان لا، صالح موهوب وحيكمل، ونفس فايلر قال كده. زي ما يتقال اصل الاهلي عمره ما كسب بيراميدز الا لما كان فيه كورتين في الملعب. يا ساتر. لا والله بجد. طب ما تسمع كابتن احمد عفيفي نفسه وهو بيشكر او بيبوس ايد مين في مباراة ساندا بليندا الكونغولي والزمالك، وليه زمالك كسب. نفسي ابوس الولد الصغير اللي دخل لم الكوره بسرعه من الملعب قبل الحكم ما يقرفنا ويوقف اللعب ويقول لك عيد الكورنر. عزيز الزملكاوي الصغير، يلا يا ابن اللعيبه.
ابن اللعيبه اللي بسرعه دار على الكره اللي اتحدفت في الملعب. ما علينا يعني والله مش يعني بقول لكم ايه، كلام كتير حوالين الناس اللي بيتمر فيها وما بيتمرش فيها، ما تخلونا ايجابيين شويه. تعالوا للناس المحترمه، تعالوا للسلوكيات الايجابيه بجد. لاعب النادي الاهلي بيمشيه، قبل ما يمشيه قالوا له النادي فيه ظروف، اللعيبه كلها هتكتب او هتوافق على تخفيض عقودها، خصم مستحقاتها. هو وافق من ضمن الاغلبيه اللي وافقت، وبعد ما وافق فوجئ ان الاهلي فنيا بيستغنى عنه. حقه الطبيعي انه يطالب بمستحقاته الكامله، لكن زي ما في جماهير كتيره زعلانه من لعيبه ما تمرش فيها النادي الاهلي وما تمرش فيها رعايه الاهلي ليها وطلعت شويه قليله، كان في لعيبه اصيله جدا 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 محترمه جدا، منهم الكابتن احمد صديق لازم ياخد حقه، والجمهور اللي زعلان من سين وصاد يشوف احمد صديق عمل ايه. كابتن سيد حكى الموقف اللي من كام سنه اللي انت ما حكيتش عنه، ومش يعني والله لو ينفع استاذنك ان انا ما اتكلمش فيه دلوقتي. لا خلاص بقى، لانه خلاص الناس كلها عرفت يعني ايه اللي حصل. احكي لي بقى يعني ايه اللي حصل. انت المفروض ان الاهلي كان المفروض بيقول لك اتنازل عن لا، هي كانت الفتره دي كانت صعبه جدا، فتره الثوره. وطبيعي جدا كل الانديه مش الاهلي بس، ما كانش فيه فلوس خالص، ما كانش فيه حد بيلعب كوره اصلا، كان هو الاهلي والزمالك بس مش يعني افريقيا وخلاص. فجينا في اخر الموسم كده تقريبا فاتكلموا مع اللعيبه كلها ان احنا عايزين ننزل جزء من العقود كلها. فبس الامانه ما كانوش بيضغطوا على حد، ما بيضغطوش يعني على حد. لا ما كانش اجباري خالص، مش اجباري، لا ما فيش موضوع اختياري، اللي حابب او اللي عايز. انا كنت من الناس اللي وافقت مباشره يعني، ما كانش عندي مشكله خالص يعني. فوافقت زي لعيبه كتير جدا جدا وافقت، واكيد بمبالغ اكبر مني بكتير جدا يعني. عشان بس الواحد ما ينسبش الموضوع ليه لوحده. فانا زيهم انا يعني بالحب والعاطفه اللي جوايا تجاه النادي اللي انا بحبه وعملني وعمل اسمي وخدت كتير جدا منه، فطبيعي جدا ان انا مش هينفع اقول لا يعني. بالفعل اتنزلت زي كل زمايلي، وبعدها بيومين ثلاثه كان لازم الاهلي يبعت القائمه الاولى في الموسم الجديد. وبالفعل جم كلموني، كلمني كابتن سيد وكابتن محمد يوسف كان مدير فني في الوقت ده. ايوه قلت له يا كابتن مفيش مشكله خالص، مش عايزك تبقى في القائمه. مش هبقى موجود يعني، مش هبقى موجود، مش هبقى موجود في النادي السنه. قلت له يا كابتن مفيش مشكله خالص وبالتوفيق وخلاص، بكل رضا فعلا يعني. يمكن حتى انا قصرت الكلام والله بجد يعني في القعده، قصرت الكلام. يعني ازاي يعني؟ هو عايزين يتكلموا كلام كويس. قلت له يا كابتن الموضوع مش يعني من غير كلام، من غير كلام بالبلدي يعني، كلام متزوق. لا قلت له يا كابتن انا ما عنديش مشكله يعني. وبالفعل خلصنا ومشينا، وجيت بعدها بيومين ثلاثه، بعدها بيوم او ثاني يوم تقريبا لقيت الكابتن سيد بيكلمني وبعت لي وبيطلب مني يعني، بيقول لي تعالى ايه يعني، عشان احنا انت مش هتبقى موجود في النادي، واحنا بلغناك الخبر ده يعني قبل ما نعرف ان احنا يعني انت اتنزلت، قبل ما نعرف ان انت مش هتبقى موجود يعني. فتعالى لو عايز ترجع وتاخد الفلوس انت اتنزلت عنها، تعالى خد فلوسك. فقلت لك اول رده تلقائي فعلا والله بجد صدق يعني. قلت له يا كابتن انا بتنزل عن ده حبا للنادي، مش عشان انا موجود او مش موجود يعني. بس والموضوع خلص بالنسبه لي وانتهى كده. يمكن انت ذكرت نقطة كويسة جدا في الموضوع كموضوع، كل اللي بيتكلم علي انا بس، ان انا عملت حاجة كويسة ان انا اتنزلت. لا، ما في المقابل النادي عمل حاجة كويسة جدا، النادي الاهلي، انه مجرد ما عرف ان في لعيب اتنزل عن فلوس وهيمشي بعدها بيوم كلمه عشان يرجع له الفلوس دي. فالمواقف الكويسة متبادلة. شوف قال كلمتين مهمين جدا جدا جدا، قال انا اتنزلت ووافقت اتنزل عن جزء من مستحقاتي، فوجئت ان النادي الاهلي هيمشي. محدش توقف قدام الجمله الثانيه دي بقى، فقالوا لي تعالى خد الفلوس اللي اتنازلت عنها. يعني شوف تصرف الاهلي مبدئيا، لازم الناس هتوقف عند دي. فهو قال لهم ايه؟ لا انا خلاص، انا مش هرجع في كلامي، انا مش هرجع في كلامي، وانا عارف الظرف، وانا لما تنازلت بقناعه. شوف بقى المواقف لما تتبادل، محترم جدا يتقابل باحترام شديد قوي. لا وعايز اقول لك حاجه اكتر من كده، كان يستطيع وهو يدخل في صفقة تبادلية مع الكابتن شريف عبد الفضيل في آخر ثانية، هو اللي أنقذها لما وافق إنه يروح يلعب في الإسماعيلي، وكان يقدر يقول لك أنا ما أخش في صفقات تبادلية، أنتوا تسيبوني وأنا أروح الحتة اللي تعجبني. في ثانية، بقول لك في ساعة، وافق إنه ما عملش مشكلة هذا اللاعب الجميل اللي يستحق إنه يتحط على الرصيف.
نطلع لفاصل، وبعد الفاصل يا صفقة ما تمت. اهلا بحضراتكم من جديد. للاسف بيدهمنا الوقت سريعا، كنا عايزين نقف كتير عند الازمه اللي حصلت بين الفنان احمد فهمي الفنان الاهلاوي الجميل، واللي حصل من تجاوز غريب وغير مقبول بالمره من شيكابالا. انت صديق فنان، اختلفت معاه، اتفقت معاه، النادي الاهلي ماله، جمهور الاهلي ماله، ازاي ده يحصل؟ ده كل الموضوع ان بيقول له انت غلطت في ناس تخصني في العتاب، يعني قال له مين اللي يخصك؟ قال له النادي الاهلي جمهوره، راح شاتم راح شاتم. حاجه غريبه. هل ده مقبول؟ هل دي سلوك؟ احنا عمالين نتكلم من البدايه على السلوكيات الرياضيه المحترمه. ده ينفع؟ خلينا في اخر فقراتنا، اسرار الملك. يا صفقه ما تمت، مش هطول معاك، لكن تعاقد النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني أثار اهتمام واحد من ألمع إن لم يكن أشهر نجوم كرة القدم في جنوب أفريقيا، ماكارسي. كان على الهاتف مع قناة أون تايم، نشوف ماكارسي قال إيه وبعدين نفتش في دماغ المهندس عادل. يعني أنا عارف إن أنت متابع جيد للكرة المصرية، والنادي الأهلي يعني من الأندية الكبيرة جدا في أفريقيا، كمان بتستعين بمدير فني جديد من جنوب أفريقيا هو موسيماني. رأيك في هذه المسألة؟ هذه خطوة عظيمة جدا، لأن موسيماني كان يؤدي بشكل عظيم جدا مع ماميلودي سان داونز، وأرى أنه أنجح مدرب في جنوب أفريقيا، وأن ينتقل إلى مثل هذا النادي العظيم فهي خطوة عظيمة جدا في تاريخه التدريبي، وأتمنى له أن يحقق نجاح كبير مع النادي الأهلي. الأهلي فريق يحلم بتدريبه أي مدرب في إفريقيا، لأن له إنجازات عظيمة جدا، لأن الأهلي له إسهامات كبيرة في كرة القدم المصرية والأفريقية. وبالتأكيد موسيماني أرى أنه مدرب رائع جدا، وأعتقد أنه سيفيد الفريق بالتأكيد، ووجود موسيماني سيفتح الباب واسعا للمدربين الجنوب أفريقيين لكي ينتشروا في القارة الإفريقية وخاصة في مصر، لأن جنوب أفريقيا لديها منافسة قوية في كرة القدم، ولديها مدربين رائعين جدا، من الممكن جدا أن يدربوا في جنوب أفريقيا، في كل أفريقيا، ولكن للأسف كل مدربي جنوب أفريقيا يدربون في جنوب أفريقيا فقط. أن الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، أربع أندية، الأهلي، الزمالك، الرجاء، الوداد. شايف الدور قبل النهائي إزاي، وتوقعاتك مين في المباراة النهائية؟ بالتأكيد هؤلاء الفرق الأربعة توضح مدى قوة هذه المسابقة وهذا العيار الثقيل الذي تتميز به هذه البطولة، فريقان من المغرب وفريقان من مصر، بالتأكيد مواجهات قوية جدا وتعبر عن مدى قوة كرة القدم الإفريقية، وأتمنى أن تكون النهائي الأهلي أمام الزمالك، لأنني ولا أستطيع أن أشجع أي منهما، ولكنني أعرف أنهما فريقان كبيران، وعلى الرغم من ذلك أرى أن فرصة الأهلي لديه فرصة رائعة جدا، وخاصة أن قلبي معهم، لأن معهم موسيماني في الوقت الحالي،
والأهلي لديه الخبرة في الفوز بالبطولات، وموسيماني فاز بدوري أبطال إفريقيا من قبل، ولاعبي الأهلي يريدون أن يثبتوا قدرتهم ومكانتهم في القارة الإفريقية. إن هذا النجاح أراه موجودا في الأفق. أرى أيضا أن الزمالك أيضا فريق قوي جدا ومن الممكن أن يحقق البطولة، إلا أنني أفضل أن يكون الأهلي، لأن الأهلي لديه يبدو أنه هو الفريق الأقوى على مستوى القارة، ولكن هذا الدور نصف النهائي دور قوي، وأرى أن وأتمنى أن يكون النهائي بين الزمالك والأهلي، والأهلي يفوز لأن الأهلي سيدرب أو يدربه فريق مدير فني إفريقي. مكارسي وكلام رائع جدا عن الأهلي العظيم على حد وصف ليه، لكن ده صفقة ما تمت، كاد إيه بقى واقترب أن يلعب للنادي الأهلي. اقترب في سنة 97 الكابتن صالح فوجئتي بيه، قال لي يا عادلي روح احضر بطولة أفريقيا للناشئين 19 سنة، وعادين نبتدي من بدري كده ننقي حد منهم يعني كمواهب صاعدة قبل ما أسعارهم تضرب يعني. رحت وكانت في المغرب البطولة دي، لعبها كابتن سيد عبد الحفيظ. فأنا رحت وتابعت البطولة وبقيت أحضر كل الماتشات وكتبت تقريري. لفت نظري بندكت مكارسي، وبندكت مكارسي كان هو رقم واحد بالنسبة لي. طلبت ان انا اقابله، رئيس البعثة قال لي بعد الفاينل، هم وصلوا فاينل مع المغرب. وبعدين قابلته، نزلت في الملعب وقابلته تلعب للاهلي، قال لي يعني عرفته بالاهلي، قال لي طبعا، اداني نمرة رئيس النادي، كلمت رئيس النادي فعرضت 180,000 دولار، وافق على 250,000 دولار، ولكن للاسف اياكس نط في الصفقة، وصلها ل 900 طبعا وصلها ل 900,000 دولار. وبعد كده هو اتباع لسالتا فيجو في نفس السنة ب7 مليون دولار. دي كانت صفقة ما تمت. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد، شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بس شوط عدي فوت، لا ملعب.